الآن نذهب إلى دوري المحترفين. بالأمس انطلقت لقاءات المرحلة العشرين، خلينا نتابع ملخص لمباراة سحاب ومعان والرمونتادا اللي عملها فريق معان بعد تأخر بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف. ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن طلال الحواري في القطع، تعود مجددا أحمد ياسر، إعادة الكرة، يا له من هدف، ويا له من هدف، ومن مين؟ من مين؟ من مين؟ من مين؟ من المدافع أحمد الصغير. النقاط، ولكن بعد هذه الهجمة هنا محمد أناس، هو هداف، هو الخطير الغاني محمد أنس. الغرابلي في الجهة اليمنى يزن أمام فادي، يا سلام إلى محمد، خطيرة هنا، هي من بدايتها خطيرة، من بدايتها باين الهدف الأول. ملعوبة تبعث عن راسية، خطيرة، جاء الهدف، جاء الهدف، أحمد المنجد، وهنا خطيرة، خطيرة هنا لنادي معان، جول الانتصار، هدف النقاط الثلاث، هنا الإعصار، سليمان أبو سبع. يمكن كابتن من النادر نشاهد في ملاعبنا فريق تأخر بهدفين، يمكن يعود بتعادل ولكن يعود بفوز وفي ظرف حوالي ربع ساعة، يعني هذا أمر يمكن ما تابعناه كثير في عالم كرة القدم الأردنية. ما الذي حدث كابتن إسلام؟ كيف انقلبت الأمور في آخر ربع ساعة من تأخر بهدفين إلى فوز بثلاثة؟ استاذ اسمح لي بس قبل ما اتحدث عن المباراه بدي احكي في جزئيتين مهمتين جدا. نعم. اول شيء انا بحيي الجهاز الفني لفريق سحاب، الكابتن جمال محمود، كابتن عصام محمود، كابتن سلام عيد، وبحيي اللاعبين، لاعبين سحاب اللي اعطوا مثال كبير باللعب النظيف. نعم. سحاب احنا بنعرف انه ما له بالبقاء، يعني ضمن مركزه. نعم. او ما عليه ضغوط، ما عليه اي ضغوطات، سجل هدفين. والجزئيه الثانيه بدي احكي انه الناس او بعض الرواد او التواصل الاجتماعي انه يخافوا الله ويتقوا الله، يعني انه عم بيرموا اتهامات على الفرق اذا خسرت مباراه، وايضا يقللوا ويقلصوا من اهميه فوز فريقه. يعني مش معقول انه نقرا وبنسمع انه والله سحاب تهاون في المباراه او العقبه تهاون او سي من الانديه، يعني ليش ما بنقول انه معان فعلا قدم مباراه او ربع ساعه مثل ما فضلت تاريخيه، مباراه مصيريه للعقب. نعم. لمعان، يعني احنا فزنا على سحاب ذهابا وفزنا اياما، مش معقول يعني والله فاز العقبة، سحاب فاز علينا في الذهاب 4-5 وفزنا في مباراه، قد يكون هناك حديث لكن احنا فزنا عليه ذهابا. نعم. واحنا في اقل حالتنا الفنيه، وبالتالي. نعم. كان فوز مستحق لفريق معان، وسحاب قدم مباراه مثاليه، هي مباراه كره قدم، اخطاء، استغلينا الاخطاء، ربنا وفقنا بالتبديلات. نعم. توقيت التبديلات كان مهم، تسجيل الرواد اللي تسجيل الهدف، يعني عادت الروح. نعم، توقيت الهدف باقي 15 دقيقة وانت يعني خسران 2-1، واحنا بنعرف 2-0 هي من اخطر. نعم. نتائج في كرة القدم. الفريق استمر، زادت الروح، غيرنا طريقة اللعب، اسلوب اللعب في لحظة من يعني من على طريقة الغريق لا يخشى البلد، يعني خسارة باثنين او بخسارة. نعم. بأربعة. حتى قبل الهدف التعادل كان في فرصة لأحمد العساوي. نعم. اللاعب علي المصري كمان من البديل اللي توفقنا فيه، قطع الكرة من خط المرمى. نعم. وجاء منها الهدف الثاني، وكان ايضا خلاص الحالة النفسية لفريق سحاب اصبحت يعني. نعم. أقل من الحالة النفسية عند فريقنا، توفقنا بالتبديلات، الروح، التصميم، الإرادة. وأنا من هون أنا بحكي إنه المباراة كانت صعبة، صعبة جدا جدا، يمكن الاحتفال يمكن فعلها معان سابقا مع الفيصل، مع الفيصل. يعني هذا الأمر يعني مرد على المشككين، معان مع الفيصل تأخر 3-1 100% ونجح بتسجيل هدفين، يمكن هذا الأمر يعني يمكن درس مباراة الفيصل، أعطى درس يمكن اللاعبين في هاي المباراة إنه ممكن نرجع. يعني احنا حتى. نعم. في مباراة انتر ميلان وبرشلونة شاهدنا دقائق. نعم. المجنونة فيها الاهداف، احنا بنعكس. نعم. هذا الكلام اللي بنشوفه. نعم. برا على اللاعبين انه. نعم. المباراة تنتهي مع صفرة الحكم. نعم. لكن الدافعية والحافز عند لاعبين معان اكبر بكثير من لاعبين سحاب، يعني منطقي. نعم. يعني الفريق بده يهبط وفريق وباقي في دوري المحترفين. نعم. اكيد الرغبة راح تكون اكبر. المباراة بدأت احنا بالنسبة لنا يعني او كانت
مصممين على الفوز من التدريب الأخير أستاذ بسام. يعني من فرصة أني أنا أحيي إدارة معان برئاسة بداية الأستاذ ماجد الخوالد رئيس السابق, ومن حالات النادر أشوف أنا رئيس سابق يبقى مع الإدارة الحالية يتابع تدريبات والهدف واحد, الهدف أقل واحد. من أجل معان النادي والمحافظة. رئيس النادي الحالي الأستاذ علي كريشان, الأستاذ بشار كريشان, وأيضا يعني أنا بوجه تحية خاصة للسيد صخر كريشان اللي هو أمين السر, وبنعتبره إحنا الجندي المجهول خلف الكواليس, التواصل دائما مع اللاعبين ومع الجهاز الفني. أنا بحكي لك على الفترة الأخيرة قبل مباراة سحاب, حضور مع المهندس عمر المعاني في التدريب الأخير وقبل الأخير للاعبين والشد من أزرهم, وفاجأنا بأدق متابع لأدق التفاصيل. هاي كلية الظروف انعكست وزادت من الحافزية والدافعية عند اللاعبين يقدموا مباراة كبيرة أمام سحاب. مبارك الفوز, لكن رسميا كل الأمور لم تنتهي لمعان, ولكن منطقيا معان قريب جدا من تثبيت أقدامه في دوري المحترفين. نذهب للمباراة الثانية اللي كانت بالأمس, فريق شباب الأردن يؤزم من موقف الصريح ويفوز عليه بهدف. وصلت شباب الأردن, خطيرة للشباب, كرة للشباب, الله صاروخ صاروخ عالمي من زيت أبو عابد, صاروخ يا ناس من زيت بكرة كانت ولا أحلى ولا أجمل, الله 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 الله, الله يا زيت أبو عابد, شوف زيت أبو عابد, الله يا ولد يا ولد يا ولد, نار نار نار, صاروخ عابر للقارات عابر للقارات. كرة باتجاه عارف الحاج على جهة اليسرى عارف, ومعه محمد ثيب, عارف يحاول يعبر يتقدم, عارف الحاج, وركلة جزاء ركلة جزاء لمصلحة الصريح. شوف هذه الكرة التي كانت من أشرف باتجاه المزعج باتجاه المقلق, عارف الحاج مر وعبر ومحمد ثيب ومسك وركلة جزاء, الكرة للصريح, أعتقد أنه معاذ العجلوني على عجلوني وشايدي العجلوني, فرصة من ذهب ضاعت, فرصة من ذهب غريق ضاعت. إذن شباب الأردن يحقق الانتصار كابتن إسلام ويتقدم للمربع الذهبي ب 29 نقطة, وموقف حرج جدا لفريق الصريح, ضاع ركلة الجزاء وبقي بنقاط ال 14 المرتبة رقم 12. مثل ما أنا حييت الجهاز الفني للسحاب, لابد أن أحيي أيضا شباب الأردن اللاعبين وجهاز فني, أيضا فريق أدى يعني كل شيء يتعلق باللعب النظيف ولعب من أجل الفوز. المركز الرابع هو لقب معنوي في عنا في الأردن, لقب معنوي لا يقدم ولا يؤخر. لكن بهذه المجموعة الشابة, أنا أيضا بحيي الكابتن وسيم البزور على أنه بالفترة الأخيرة انتصارات متتالية. فريق الصريح للأمانة أنا من الأشخاص المعجب في آخر مباريات يؤدي ولكن لا يسجل, يمكن التخلي عن اللاعب أبو عرقوب للحسين, وكان هو هداف الدوري وقتها. نعم. كان الصريح بأمس الحاجة لو عم يشوف عم بيقدم لكن لا يسجل, وركلة الجزاء يعني كانت مهمة, نقطة قد تعطي يعني أمل أكبر لفريق الصريح, لكن ما زال أمل موجود لفريق الصريح, نقول لهم هارد لك. نعم. ونتمنى لهم التوفيق. نعم. طبعا في عندنا اليوم لقاءات في الجولة 20, في عندنا لقاء مهم جدا جدا الجزيرة مع فريق الحسين. طبعا هذه لقاءات الجولة 20 الأمس معان كما ذكرنا 3-2 على سحاب وشباب الأردن على الصريح 1-2. اليوم في عندنا مباراتين مهمة جدا, الحسين المنافس على اللقب والجزيرة المنافس على الثبات على ملعب الملك عبد الله الثاني. مغير السرحان يلتقي مع الفيصلي, أيضا لقاء هام جدا غدا, ختام الجولة السلط مع شباب العقبة على ملعب السلط, والوحدات مع الرمثة في قمة لقاءات الجولة عند الساعة 8:30 على ملعب الملك عبدالله الثاني في القويسبة. هذا هو ترتيب اللقاءات بعد لقاءي أمس وقبل مباريات سواء اليوم أو غدا. فيصلي في القمة بفارق نقطة على الوحدات, الحسين 41 والشباب الأردن 29, العقبة تليه ثم فريق سحاب, ثم تاليا بقية الترتيب بعد لقائي الأمس في إطار الجولة 20.